ضعنا في صورة التطورات العسكرية الأخيرة في مديريتي المتون والمصلوب. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بالنسبة للتطورات الجديدة في جبهة حان، بمديرية المتون، تحاول الميليشيات التقدم أو إحراز أي تقدم ومنع تقدم الجيش الوطني، ويحاولون بكل الوسائل، لكن بحمد الله عز وجل تفشل مخططاتهم ويهزمون ويولون هاربين. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بحمد الله عز وجل كل يوم هم يفرزون انتصار ويفرزون تقدم ويكبدون الميليشيات خسائر في العتاد وفي الأرواح، وهذا بفضل الله عز وجل. وفي هذه الجبهات يلقى أو تلقى الميليشيات الخسائر الكبيرة بحمد الله عز وجل. بالأمس القريب أو الفجر اليوم حاول الحوثيون بعد أن رتبوا لهجوم لأيام كبيرة وأيام طويلة يحاولوا إحراز أي تقدم ليحفظوا به ماء وجوههم أو ينالوا نيل إعلامي معين، لكن بحمد الله عز وجل لن يستمر هجومهم سوى دقائق أو بضع دقائق، يعني لن يتجاوز النصف ساعة. نعم. وكسر هذا الهجوم بحمد الله عز وجل، وحصل منهم قتلى وحصل منهم جرحى وولوا هاربين بحمد الله عز وجل. هذا بالنسبة لجبهة حام والتي يرابط فيها أبطال اللواء 122 وبعض كتائب المنطقة. ولذلك يعني يحاول الحوثيين بشكل تام يعني أن يعني يأخذوا ولو نصرا بسيطا ليحفظوا به ماء الوجه، لكن لا يستطيعون، ولهذا يعمدون لزراعة الألغام وتفجير الأراضي وتفجير الطرقات، فيعني تصيب البشر والحيوان وتصيب الناس بشكل كامل، يعني بل يستهدفون حتى الأطفال. نعم سيد هلال، بمتفجراتهم. نعم، بالنسبة للمواقع التي سيطر عليها الجيش الوطني، ما هي تلك المواقع؟ وأيضا ما هي أهميتها الاستراتيجية في سير المعركة في الجوف؟ بالنسبة للمواقع التي يسيطر عليها الجيش الوطني، يعني كما حصل في الأيام السابقة موقع الضبطة وأيضا في جبال الجربان في جبال حام، إلا أن الحوثيين يحاولوا الاستعادة لعلهم أن يعني يأخذوا شيء من مما يحفظ لهم ماء الوجوه أمام أصحابهم ومتابعيهم وأنصارهم، لأنهم في إعلامهم يقولون بأنهم باتوا قريبين من الحزم وبأن صواريخهم قتلت المئات وقتلت الآلاف. نعم، بالنسبة لما تقوله وسائل الإعلام للميليشيا، هل لديك إحصائية حول الخسائر في صفوف الميليشيا؟ خسائر الميليشيا بالعشرات. نعم. بالأمس القريب وقبل الأمس أكثر من 30 قتيل منهم، يعني في خلال يعني 3 هجومات حاولوا أن يعملوها، لكن بحمد الله عز وجل يعني يعودون بخسائر أكبر وبهزائم نكرة كبيرة بحمد الله عز وجل.